انطلاقة كانت أمامنا، والقادمون من الخلف في اللقطة الماضية الحاضر أمامك الأسمراني مر من بين لاعبين وتقدم للأمام، والتسديدة بعد ذلك معانق مهارته الفردية ويستعين بها أمام جماعية دفاع اليوفي ويدون الهدف الأول. فيكتور يدون الهدف الأول في مرمى الحارس استراري، وبداية تأتي من جانب الضيف الثقيل على أصحاب الأرض حتى الآن فريق نادي كالياري. هدف أول إذن يأتي عن طريق فيكتور إيباركو ويدون أولى للشباك ومعلن عن الهدف الأول بالنسبة لفريق كالياري. شوف بقيم رباط جأش وقوة دخل في اللقطة الماضية ومر لدينا كاثيرس، كثرة الهجمات وكثرة الضرب على الحديد، تفل الحديد وإن كان الدفاع حديد، كرة ملعوبة وتمريرة في الأمام، تقدم يأتي أمامنا، محاولة الكرة العرضية وين الرأسية، فيدال رأسية ملعوبة، نعمت التعادل، نعمت التعادل يا دور يا جماعة، قلنا كثرة الضرب على الحديد، تفل الحديد وإن كان الدفاع من حديد، وهجوم اليوفي يدون الهدف الأول وهدف التعادل عن طريق البديل فوزنيتش الذي نزل وكان خيرا معينا بالنسبة لمدربه ويرسم البسمة على مدرجات اليوفي. هدف أول إذن يأتي أمامنا، وها هي الفرحة تأتي أمامنا وتنطق في اليوفنتوس أرينا. هدف أول إذن يأتي أمامنا، نقلة أولى كانت أمامنا، الثانية والثالثة بعد ذلك الكرة العرضية، ارتقاء الراجل مرتقب الزانة وطالع عالي 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 لفيدال، والمتابعة بعد ذلك بهدف جماعي رائع 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 من جانب لاعبي اليوفي، واليوفي إذن يدون هدف التعادل بعد طول انتظار وبعد أن أضناهم الصبر.